مواضيع محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو فاهمين الطرح متران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كورة باللاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما توس شيخة بالكورة والتحليل نظيف زروق النيماتور ما تحسو الضيف الكابتن حسني سبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يزمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لما يشاتش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش ودخلة بالبنادر بوسي الدفاتر لعليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيك وحبكة لعبنا له فكة كورة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك مع ما فيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كولا أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو علي إفم سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة 7-6 دقائق على EFM أحلى راديو مساء النور مرحبا بالجميع عسلامتكم في حلقة جديدة من سبور بلوس الموسم الثالث تحية كبيرة برشا للجميع وين ما كانوا في المشاهدة وفي الاستماع شكرا على تفاعلاتكم على نقدكم على مساجاتكم اليومية وكومنتاراتكم كذلك كما كل يوم الساحة الرياضية لا تخلو من الأخبار ولا تخلو من المستجدات الرياضية في تونس وكذلك في العالم وحنا مش نتاولوها مع بعضنا تيلة سويعة من زمان من توا حتى الثمانية متاع الليل مرحبا بالجميع والرحلة باش تبدأ توت سويت في EFM سبور بلوس اليوم نحكي عودة بكل تفاصيل وتصريحات استنتجت الجولة 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم شبيبة القيروانية رسميا وحسابيا أوت من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد هزيمة جديدة اليوم العشية ضد سليمان هي 17 هذا الموسم 17 هزيمة اليوم في رصيد شبيبة القيروانية وكذلك باش نحكيو على كلاسيكو مثير ما بين النجم الساحلي ونادي الإفريقي الإفريقي يقلب تأخره من هدفين إلى تعادل ويحتفل ترز ضد حسين بن عيادة باش نحكيو كذلك على الاتحاد المنسيري هزيمة 3-2 أمام مستقبل الرجيش ماذا يحدث في اليوسمو لماذا تراجعت النتائج ولماذا كثرت الخلافات الداخلية هذا وغيره من الأخبار والمسجدات حية كبيرة برشا لفريق الإعداد بشرة سعيد في الإعداد والعمل الصحفي عزة في الإخراج أحمد شورة في السيت ويب كذلك بسمة تحية لها في السيت ويب وإيمان الجدي وويم رابح في الديجيتال والإخراج الرقمي ولي اف ام تي في وأنا أمل زروق بشرفكم حتى الثمانية متاع الليل موجودين معايا في البلاتو الثنائي يقوده ويعود إلينا كل يوم أربعة الكابتن خالد حسني مساء النور مرحبا كابتن مساء النور مساء الخير لكل الفريق كالعادة المستمعات مؤلفات دبور المستمعات والمستمعين داخل الحدود وخارج الحدود وكا واللي يتبع واللي يحب واللي يحبني سمير يضحك حتى احنا نضحكوا شويه والله والله يا اخويا الغمه في البلاد اللي ما يحبناش قبل اللي يحبنا انت ما يهمنيش احنا انا اتكلم امر يا اسمع يا كابتن كلاشي ولا توبالي ليه ايش عليك ليه ولا بالحق ليه لا شو والشغل نتاعنا معناها بون واحد يزمو يقبل النقد البناء والنقد الباهي بون وكا وصارت له بيزور مرحبا بك كابتن خالد حسني كذلك رافقنا ولليوم الثاني على توالي الأنيق سمير السليمي مساء النور مرحبا سمير مساء الفل زروق مساء الفل الكابتن اللي يسمعوا فينا الناس كل الفراس الحسام النادر النعبد الكل في البلاتو في كرهبهم الناس كل يسمعوا فينا مرحبا وانت هك صيفت كما فراس البارحة والله انا صيفت على خاطر جيت خرجت ساعتين متاع القائلة فكانت معناتها قائلة تبارك الله وكانوا طقس صيفي وربيع محلية الطقس متاع اليوم لانك انت العكس تمام من معناتها ماريو الصوف وبلازير ونحيت الكشكول معناتها يا اخي هاو الكشكول ما خي عايشين في نفس بلاد هذا مصيف
وفي العشيه كي تبرد نلبس حاجه تمشي مع الفريق. هو عنده تو قال لك نهار مصيف اما سيف ولا ربيع تعرف ايش قال لك؟ تو قال لك مصيف مربع كيف يقول لك ويقول لك مواد افريل يفو كيفاش يقولوا هو نونيفو كان فيل اي اما سوف كو غدوه نبدا في افريل اي غدوه بون غدوه مشكل سمعتوا شو اسمه انا ريتو يعمل بعد الماتش تكلم بعد ايران شو اسمه شكون نادر اه بواسون دافريل تاع غدوه هذه لا لا ولا بالحق لا مرحبا بك كابتن خالد حسني مرحبا بسمير السليمي مع الاسف حرقتوني في البواسون دافريل كان غدوه باش تصير حاجه غريبه الناس الكل باش تستنتج اللي هي بواسون دافريل معناتها نحاولوا نلقاو كذبه يصدقوها العباد مرحبا بكم الناس الكل بعد شويه ان شاء الله باش نبداو في حصتنا في سبور بلس لكن قبل اخر اخبار الطرقات لنفو ترافيك مع صديقتنا ايناس وباش نرجعوا لكم ونبداو حصتنا في سبور بلس انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل رجعنا لكم جديد في سبور بلوس 7:12 حرصا على سلامة عشاق الأغنية التونسية اللي حبها الكابتن خالد حسني وكذلك سمير واحتراما لقواعد حجر الجوالين فقد تقرر تغيير أوقات سهرات مهرجان الأغنية التونسية من 7 مساء إلى 9 ليلا عوضا عن انطلاقها في 9 ليلا باش تستمتعوا بالفن وبالطرب تسمعوا الحفلة مباشرة حفلة متاع اليوم على راديو دوريمي باي إي إف إم على 88.6 وتعاودوا تابعوها كان فلتوا الحلقه نتاع اليوم على راديو اي اف ام ابارتير من 9 نتاع الليل باش نحكيو توت سويت على البطوله وباش نبداو بصراع اسفل الترتيب والمستجدات في المراتب الاخيره لافو دو جور الخبر اليوم كابتن وسمير السليمي رسمي وحسابي نهاية موسم الشباب القيروانية والجي اس كا رسميا في الرابطة المحترفة الثانية بعد الهزيمة اليوم العشية أمام مستقبل سليمان 2-1 3 نقاط فقط تجمعها الفريق من 22 جولة كاملة 3 تعادلات 17 هزيمة وصفر فوز لحق الشباك متاع شبيبة قبل 42 بونتو لحد الآن في منذ انطلاق الموسم وسجل فقط 10 أهداف كابتن خالد حسني الشبيبة تحطم كل الأرقام القياسية السلبية هذا الموسم ونتيجة عادية جدا أن نلقاها حسابيا في الرابطة الثانية بدون تعليق معناه يزمك نظن في تاريخ كرة القدم معناه من اللي بدأت كرة القدم في تونس ما تلقاش فريق عرف الوضعية ذي معناه الوقت الحاضر 20 مباراة 0 من الفوز معناها حتى الأمور راي كانت كنا نترقبوا فيها الأمور توا 3-4 سنوات جي اس كا فهمتي ولكن ليست بهذه هذا معناها فهمت ما كناش نتصور با دو فيكتوار ترا فيكتوار تاع ماتش نيل تاع ماتش غرات تام بوين سي لا بار لا مي صفر من الواحد معناها ونعرفش مرة قلنا هنا لازم تحضر العام الجاي يذكر وين تحضر العام الجاي توا كاهو تحضر العام الجاي معناتها تحضر العام الجاي وتعمل مجهود كبير تربح ماتش الاخر حتى في الرابطه الثانيه لا لا سنين تاع مجهود في هنا متوفه السيزون الا ما تخرج الاخر فايز بماتش ولا اثنين معناه سينو مش يكون معناه يحطوا فك اسمه هذاك الجينيس بوك جينيس بوك ولا اقسم بالله فهمتني شبيبه القيروانيه كابتن ولا شيء معناه حق اسفنا وفهمتني لشبيبه وفريق عريق وممول المنتخب معناه عنده دو تيران راه اتونسيون فما جمعيات ما عندهاش سيابي ما عندهاش تيران عندها دو تيران عندها زواوي عندها زواوي وعندها العويني حمد العويني حمد العويني وكان معناها سي تان فيفي دو فوتبولور خرج دي فوتبول يتوقع بون فوالا سي تو معناها فتره انتقاليه سيئه وسلبيه طالت سمير السليمي شبيبة في الرابطة الثانية لأول مرة منذ موسم 2009-2010 وقت اللي رجعت للرابطة المحترفة الأولى من وقت الفريق ما رجعش يرجع سنين بون هو طاح عمليا لكنه رجع بالرشا بعد البراج اللي صار لكن معناتها تحب نتناول الموضوع من أنه شبيبة في الرابطة الثانية وإلا نحكيو عن نقاط هذوما اللي وراه ثلاثة نقاط نجم تطيح أوكي وترجع العام اللي بعده أما ثلاثة نقاط و17 هزيمة كاملة معناها هل يفسر المشاكل الإدارية والمالية وكل ما المشاكل الدائرة والسياسية اللي في علاقة بجي اس كا واللي حكينا فيها قداش من مرة منذ بداية الموسم هل تفسر أنه فريق في الرابطة المحترفة الأولى عنده فقط 3 نقاط من 20 مباراة وي مالوغوزمون بالنسبة لجي اس كا الفريق العريق وكلنا نعرفوا التاريخ متاع شبيبة القيروان اللي في الانتخابات الأخيرة كابتن
1700 منخرط وتنافس بين الواحد والتدخل السياسي بالرياضه. انا برا شوف كيفاه جاوك المنخرطين هذوما. ما نقولوا بصراحه صحيح. تيزوز احزاب تعاركوا في بعضهم حطوا القروان. معركه ومعروك شكون يشد القروان. نعم شدوها سيدي. وقتها فرحنا قلنا على الاقل كي ناس تتعارك وتتنافس على رئاسه وتسيير القروان فهذا عامل صحي وربما تحسن الامور نتاع القروان. بعد الانتخابات بالضبط كل واحد مشي على روحه ولا حياه لمن تنادي. خدموا بها هذا غايه سياسيه وليست رياضيه. ولا خدموا بها. سيبوا الكره وسيبوا جي اس كا يرحم والديكم اللي اليوم القروان ماهيش لاقيه شكون يسيرها. ما فماش وضوح على مستوى التقارير الماليه والعجز المالي وكل هذه الامور. كانت تشوف الجينيراسيون بتاع 15 سنه التالي اللي مولت النجم الرياضي الساحلي بالشرميتي وغيره، اللي مولت الافريقي بزهير الذوادي واحمد خليل وغيره، اللي مولت الترجي الرياضي التونسي، نتذكروا المرحوم اسعد الورداني، نتذكروا خالد بدره، نتذكروا حمدي القسراوي والحمد علي اليعقوبي هاو يلعب نتذكروا ما نتذكروا. وقت اللي جي اس كا كانت تتعمل على مركز تكوين الشبان نتاعها المنجم الحقيقي نتاع الجي اس كا، وقت اللي خميس العبيدي والجماعه اللي يفهموا الكره ويغيروا على القروان كانوا لاهين. طلعوا مواهب وطلعوا ملاعبيه، صحيح ان القروان ما عندهاش امكانيه نستحفظ على الملاعبيه ذوما، ولكن كانت ممول كبير. اليوم القروان بثلاثه نقاط، اعطيني اسم وحيد من ملاعبيه القروان اللي نجم يلعب في الانديه الكبرى، ولا لاعب، هكا ولا ولا لاعب، لانه التكوين ضاع ومشى، وبالتالي الوضعيه هي وضعيه عاديه لتراكمات في سنوات تعداو. وهنا نقول انه رب ضار نافع يا كابتن، لانه القروان حقها من عم ناول طاحت، وحقها من عم ناول بدات تبني في فريق جديد على اسس صحيحه واداره عصريه وتمويل مالي و و و جاتها هديه من السماء من حيث لا تدري فتعديت. اليوم انا شو نقول؟ انا الكلام هذا قلناه كابتن تتذكر انت، القروان طاحت من لالي وعلاش الريكروتمون خذاو كلكو جوار ومصاريف زايده وخذاو ملاعب ظهر مضروب وما لعبش معاهم معناها وعمل وحده طبيه مزوره ولا شنو ومشيك عليه هذا الكل. العب ملاعبتك انت طايح وحضر الموسم تو السي ماتش تحضر بهم الموسم القادم وعمل استراتيجي باهيه وعمل كذا ترجع على اسس صحيح. وبالتالي الارقام مخجله صراحه. مشكل الشبيبة حتى على مستوى بطولتنا ثم فريق في الرابطه الاولى التونسيه بالضبط. عنده هذا الرصيد من الاحصائيات اللي تحشم معناها الحقيقه بينه في عدد النقاط وبينه وبين قبل الاخير اللي هو سي بي 17 نقطه كامله معناها شيء ما يدخلش يا سمير ماركيت 10 اهداف قبل 42 الا 32 يا اخي شنو هذا؟ الارقام تتكلم لوحدها شنو هذا؟ ومن مصائب الدهر وكيفاش يقولوا باللغه العربيه الناس الكل كانت تجري باش تدرب قرواني توا يهرب توا عزوف على الرئاسه وعزوف على التدريب وعزوف على اللعب صحيح. ماذا يجري؟ في القيروان وليس في جيزكا في القيروان. ما نساوش القيروان انها ولايه بتبيعها وهذا يجرنا باش نحكيه كابتن انه القيروان هي ولايه كامله وكي نشوفوا انديه في معتمديات فيها 10000 15000 ساكن كيما رجيش كيما سليمان اللي قاعده تتالق في المقابل كيما شابه كيما فوالا هذوما قاعدين يتالقوا والعكس معناها ماهوش قاعده صاير دونك هذا يجرنا انه الاستعمال السياسي في من خلال جمعيه كره القدم و سوء التصرف ولا موفيز جيستيون هذه هو والله لو تدخل السياسي تدخلوا ووقفوا مع القروان بحقيقه وضمير يا سيدي مرحبا يا خويا مرحبا بكم في الانتخابات ودعمتوها يا ما انت خدمت بها وبعد هاو مشاو على رواحهم وبعد مشاو على رواحهم لانه فما جمعيات اخرى التدخل السياسي واضح ولكن فما نجاح الجماعة اللي دخلوا هكا ولا ليس لهم علاقه بكرة القدم وبالتصير غاية محددة هي الانتخابات الأخرى اللي صارت هاي سيدي التشريعية والبلدية ولا شكون خلص الفاتورة؟
الشباب. الشباب هذا 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 الفريق الكبير ونتمناه له بكل معناه ان شاء الله. باهي بالتوفيق يا سيدي. باش نقولوا للشباب القيرواني ان شاء الله عوده سريعه لاجواء رابطه المحترفه الاولى. دونك باش نتعداو من المركز 14 للمركز 13. النادي الرياضي البنزرتي اليوم فاز على الاولمبي البيجي وثلاث نقاط هامه. كابتن خالد حسني يشدد الخناق على منافس مباشر النادي الافريقي تطاوين والاولمبي البيجي. حكينا على سيابي اللي ما يزمش تفوت في مباراتها في البصيري. اليوم مباراه في البصيري وثلاث نقاط هامه يظهر لي فيما تبقى من المشوار. كابتن تبقى في المشوار وتعرف تبقى في المشوار ايمن هو العد التنازلي الكونتر باروبور معناها المباراه اللي تمشي وتخسر فيها نقاط ما تنجم تعوض او المشكل. ولهذا السبب ان كل مباراه مباراه الخوف الخوف من الهزيمه. كل مباراة الكل تتلعب في انيسبري تاع ماش تاع كوب تاع ساباس وساكاس. وكانه انا نعرف كان جانا انترونور واحنا في بعد يقول لنا راهو احسبوا المباراة هذه كانها مباراة اخر الموسم وفيها بقاء او نزول حمل لنف. تشوف الناس معناها دمو مات وكذا امور نحطوا قلب نحطوا كذا. دونك بور سيابي توا راهو هي تخزر اللي قدامها مش تخزر اللي وراها. قبل معناه تلقى سنة وراها القروين معناه سيطة. بين لوكاتورز لوكاتورزيم 14 13 تلقى بونت نقطه ولا اثنين ولا ثلاثه. دونك تلقاه في 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 الدوزيام بلاس تلقاه يخضر الفوق يخضر اللوت توا بنزرت ما عادش تخضر اللوت تخضر القدام بيكون زاد نحط نقولوا كل فريقان بكل صراحه معناها هذا هو المنافسه المباشره على نقاط النادي الافريقي. دونك ملاحظه كابتن بين السيابي مرتبه 13 والمستير مرتبه السابعه سبعه نقاط فقط ست بوان اي ما صعيبش سبعه فرق ست بوان تعرف معناها ست بوان كابتن بتعرف اكثر مني معناها دو فيكتوار واللي قدامك يعمل نول وديفيت تلقى روحك فتو بثلاثه بونت. همش نقول لك توا كان جاو ثلاثه جمعيات نقول لك نعرفها خاطر عندي اكسبيرينس في الحكايه يا ما هي ريسك سبعه ولا سته جمعيات تلقى خمسه سته جمعيات سي ان بو ديفيسيل عليه ونعرفوا احنا الكلاسمون تاعك ولي بوان تاعك وحتى كي تربح ساعه تربح تي فيديو سور بلاس عليه خاطر الاخرين ربحوا. دونك باقي انت يلزمك تربح والاخرين يلزمهم يتعثروا. هاي وجهه نظر اخرى كابتن. تفضل. السبعه ايكيبات هذوما مش يلعبوا كونتر بعضهم تربح واحده منهم الفرق فما شكون مش يستفيد كلهم دي ماتش يتعادلوا فما شكون مش يستفيد اي نتيجه باش تصير راهو فما استفاده على شرط تربح ماتشاتك الكل ما على شرط على شرط معناها سي بي كلوفريكا ما يخسروا حتى ماتش اون اتوندون معناها معناها راهي معقده ومعقده جدا ونحاولوا نبسطوها نحن هي معقده جدا ونعرفوا احنا شنو ربي يكون في العون للملاعبيه وللمدرب وللجمهور نقول بكل صراحه لكل الفرق التي معناها تحس روحها مهدده بالنزول. النادي الرياضي البنزرتي اليوم الفوز يخليه عنده في رصيده 20 نقطه وذات شكون جا الفوز ضد الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي حاليا اصبح في المركز العاشر عنده 24 نقطه. نجم نعتبره انه الاولمبي البيجي اصبح معني بصراع البقاء والانقاذ سمير على غرار سبعه فرق اللي حكينا عليهم هكا ولا ولكن كنا نعرفوا وحكينا انه البارح حكينا زروقه البارح حكينا على بيجا وعلى سيابي قلنا بالنسبه لسيابي كابتن حياته وموت ماتش راه بالضبط ماتش اللي يلزمه ما يخسروش ونجح سيابي في ذلك ومالوغوزمون بالنسبه للاولمبي البيجي اللي انه تحول لبنزرت ونعرفوا الصعوبه نتاع الوضعيه نتاع بنزرت توا هزيمه تعقد نوعا ما ولكن على مستوى النقاط بيجا 24 بالفريق اللي نعرفه انا وشفته وطريقه اللعب والملاعبيه والامكانيات اللي فما بيجا قادره انها تسترجع النقاط وانها تحسن من الترتيب نتاعها. كي يقول لك اما خير عندك 20 ولا 24 شتقول لي 24 بارك الله فيك سي توجور 21 22 بارك الله فيك فهمتني خاطر هنا ما عادش نخزروا للترتيب نخزروا للليكار ليكار ليكار هو خاطر واحد يقول لك انا جو سوي 7 ولا 5 8 نو مبتي لا 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 في النقاط وفي الليكار في الليكار ولكن في فارق النقاط بيجا كان ربحت الماتش نتاعها 27 بوان مع المستير سمير حنا نقعد نحكيو على بيجا ثلاثه مدربين اليوم
يوم المباراة مع محمد المكشر. فما بيجا ما قبل إقالة شكر مفتاح بعد الهزيمة ضد الترجي الرياضي التونسي كانت وقتها في وسط الترتيب وأليس أكثر من الوضعية هذه. ثم بشرة سعاي تحية لها عملت لنا ريشيرش وعملت إحصائيات شنو نتائج الأولمبي بيجي منذ إقالة شكر مفتاح مع خالد بنيحة مع المدرب الجديد المكشر. 4 هزائم 3 تعادلات 3 فوز وزوز تعادلات، 11 نقطة فقط جناهم من خلال زوز مدربين. هل تغيرت حاجة في الأولمبي البيجي بعد تغيير المكشر شكر مفتاح؟ خلينا نتفقوا على حاجة أساسية، أنه مرحلة الذهاب راهي مختلفة تماما على مرحلة الإياب. السيابي ماهيش السيابي متاع لالي، تحسنت برشا. المتلوي ماهيش متلوي متاع لالي، نادي الافريقي ماهوش نادي الافريقي متاع لالي، وتتوين مش تتوين متاع لالي، مش متاع التتوين متاع لالي، وبيجا ماهيش بيجا متاع لالي بالعكس. دونك ما تنجمش تقارن نتائج الاولمبي البيجي بين مرحلة الذهاب وبين مرحلة، لأن الظروف تغيرت والفرق الأخرى تطورت وتحسنت. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أن الأولمبي البيجي على مستوى الأداء كابتن الأداء متاعه ممتاز، معناه يقدم في أداء مقنع. كي تفرج في بيجا تتفرج في فنيك مقنع، ولكن شنو المشكل؟ هذا لا يكفي. أيوة هذا لا يكفي الوضعية الحرجة هذه. فوالا كابتن قديش من ماتش أولمبي البيجي تلعب بملي يا سيدي. الجولة الأولى مع الملعب التونسي في النايفر 2-0 94 دقيقة لعب 2-2 ولو 2-2 94 دقيقة لعب كدو من الحارس بيلانتي تمركا الهدف ولا 2-2 زوز نقاط ضاعوا. هذه الخبرة وعدد كبير من الماتشوات اللي بيجا لعبت خير من المنافسين نتاعها وأضاعت النقاط. بالضبط كذلك باش نقعدوا مباراة ثالثة تخص في الكوكب اللي نحكيوا عليها المتلوي الملعب التونسي. الفوز اليوم اللي نجم المتلوي أمام الملعب التونسي فوز هام جدا كابتن خالد حسني للمتلوي اللي نلقاوه في المركز الثامن، عنده في رصيده 25 نقطة وهو نفس عدد نقاط الملعب التونسي تقريبا. اسمع لو كان ناخذوا الكلام اللي قلناه على بيجا وبنزرت نحطوها على استاد المتلوي حتى مش القشبيلة العبيد تقريبا خاطر نفس الحكايه نفس الحكايه صف كيبه. ولكن المتلوي لها الخبره نتاع اخر الموسم والربع الاخير نتاع الرزنامه اللي هو توا احنا عايشين فيه، فهمتني؟ هذوكم هما اللي سانك سيد نيمار شال الله سوف ما سا باسو سكاس يكذب عليك هذا معش هذا فما روح فما يعني فما عطاء كبير يلزم ينكر ويفو افور دلا شانس. بالضبط وبقى الاخطاء تحكيميه ما نقولوا بصراحه بيان سور قلب اخطاء تحكيميه يحتمل الحسنيه ورجو مش رجو بلنتي مش بلنتي هذاك الكل تجي في الميزان بعد فهمتني ولا دونك ال اسمع المتلوي انا حتى ناريت شويه معني ميكرو كابتن اي معني المتلوي ترى ما تتوين يا جماعه ترى ما تتوين المقابلة القادمة للنجم المتلوي أمام اتحاد تطاوين في تطاوين مواجهة مباشرة في تطاوين معناتها بعد نجيو الكوفريكان. الكوفريكان تلعب مع سليمان اما السيابية تلعب مع سفيقس في سفيقس يحتمل تكون التورنو ومؤجل مباراة ومؤجل مباراة معناها اسمها السيابي السيابي وصفاقس مؤجلة خاطر صفاقس تلعب كوب دافريك. هو هذا التأجيل هو اللي تخلي شوية خربيقة سامحوني في الواحد مي سي فري وفون خليني نتكلموا اخويا كما كما العموم العامة الناس يا شو اللي قلت انا صحيح كلمة الناس الكل مش عارفة واحدة ناقصة زوز ماتشوات واحدة ناقصة ثلاثة ماتشوات واحدة كذا وبعد خويا راهو اتونسيون ونتكلموا صراحة أعطيك صح فما في الأخر في جمعيات بون ليه كان ناقصين هذوكم والأخرين اللي مش ناقصين أنت تشوف عيني ميزانية أمنوا أمنوا البقاء شو باش يصير؟ احنا في تونس ونعرفوا احنا شو باش يصير شنو باش يصير هو انا ما فهمتش حد يقول كمل العشرة ملايين توسي ما فهموش شكوف ولا حاجه كمل شكون لا هذيك هي كابتن قد قلت شنو باش يصير يصير اللي يصير يصير اللي يصير باسون هو على مستوى الرزومه شو سامح لي سمير هو 12 مليون تونسي اللي سمعوا تو كابتن خالد حسني فهموا شو عم يقول لا كلنا فهمنا صار علي وصار كلاعب كمدرب هو على مستوى الرزنامه راهي احنا تكلمنا في الموضوع هذا كابتن قلنا بارك الله
الله وفي يعطي القوة اللي يعمل في الرزنامة. شيء كبير صعيبة يا خويا مع الكوفيد مع والله تحية ليه من موج ولا رئيس المسابقات واللجنة اللي معاه. غابو غابو لكن نيدي هنا أنا مش نمشي مع الكابتن في السياق نتاعو ماذا بينا ثلاثة جولات الأخرانيين يتلعبوا بعد ما تنضاف البطولة من بارك الله فيك من المباريات المؤجلة معناها يمسحوا كل شيء ونبداو من جديد يمسحوا كل شيء الفرق الكل تبدا عندها إيه المباريات هل ممكن اذا كان سي موجو نجح نجاح 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 كبير لمصداقية البطولة خلي ثلاثة جولات الاخرين ما يتلعبوا الا ما تنضاف البطولة تماما سيد المعدة قلت لكم شوية ديسيبلين رانا فتنا وقت لانفو ديجور بالدرج واحنا مازلنا ما حكيناش على الملعب التونسي اش ولك في الاعداد وفي الديسيبلين يا سمير السليم حكينا على المتلوي الملعب التونسي اليوم هزيمه الملعب التونسي سمير وكانه ما يلعب كان تحت الضغط وقت اللي تبدا الامور منفنفه بلغتنا في الملعب التونسي تصير نتائج سافابا وقت اللي يلقى ما شويه خطر يا يلونشين دو تروا فيكتوار يزيد يتفرهد بهم بعد تصير هزيمه فما انستابيليتي في الملعب التونسي اللي هي ماهيش مفهومه سمير اللي حكيناه وقلناه وعودناه والكابتن اكد عليه وعاود اولا الاستقرار الفني هذيك النقطة رقم واحد وحكينا وقتها قداش مرة هذيك النقطة الأساسية مش معناها يجيب نتائج كان تحت الضغط وستريس مش معناها غازي راهو بالعكس غازي الغريري مدرب كفو ومدرب عنده البصمة نتاعو ولكن غازي زاد يلزمو وقت باش يخدم ويتأقلم وكذا اثنين كي أنا نخدم كلاعب أنا نخدم مع مدرب طريقته ونخدم مع مدرب آخر يغير لي الطريقة ونخدم مع مدرب آخر ثالث يغير لي حتى الديسكور ونوعية التمارين وكذا بطبيعة الحال باش تأثر تقول لي أنت هاو جمعيات أخرين يا غير المدرب وتحسنت النتائج يلوجوا عليك الرجة النفسية ولا نووية ولا لا تصلح اللي يقولوا عليها في الكورة ما فماش خويا علم صحيح علم صحيح كيما تنجم تغير المدرب تحسن النتائج كيما تنجم النتائج تتدهور علاش النتائج تاع الملعب التونسي بتجيك تحت الضغط والستريس من ناحية علمية منطقية انه كي تغير المدربين بكثرة هذا عامل مش باهي بالكل شنو اللي صار سيدي في الملعب التونسي كي جاء غازي وكابتن أشار لها الأسبوع الفارط غازي عنده رؤيته صحيح. اللي كان ملاعب يلعب مالك معاش يلعب معاش يلعب بيتور ديكيب أيت مالك مثلا ما عادش يلعب خاطر توجهه نتاع غازي صحيح. حاجة أخر هذا يربك نوعا ما والتغييرات على مستوى الأداء وعلى مستوى التركيبة هذا كله يؤثر على أداء إن شاء الله نتمناه وإحنا ديما نقول راهو الملعب التونسي عنده رصيد بشري ممتاز بارك الله فيك في آخر كلمة سمعني في دو سكوند وقت جاء سي جلال هنا قلت له عايشك ما تحطش الضغط على جمعيتك قال أنا نلعب المراكز الأولى والخمسة الأولى الخمسة الأولى معناها هو كرئيس عنده حق يقول لك انا خذيت وهو اعطى اون فالور بوتيت معناها الى غونفلي ان بو لا فالور دو سون ايكيب سور استيمي دونك هو شو يقول لك انا عندي ملاعبيه ويعطيه ونعرف شو لونترونور معطاش دونك من لونترونور مي نو فور لي دو ساعه زاد خويا الافكتيف نتاعك زاد ماهوش نتاع السانكيام والسيزيام بلاس ولهذا سبب نشوفوا احنا الوحدات الريزلتا هذوما اون دون دو سي نتاع ستاتيونيزيا عدم الاستقرار دونك في نتائج الملعب التونسي هزيمه اليوم العشاء امام نجم المتلاوي هدف مقابل صفر نادي راثي البنزرتي فاز على الاولمبي هدف مقابل صفر فاز على الاولمبي البيجي وبطبيعه كما قلنا دونك مستقبل السيمان فاز على شباب القيروانيه 2-1 مباراه اخرى تلعبت هي كلاسيكو الجولة ما بين النجم الرياضي الساحلي وضيفه النادي الافريقي باش الرقم نتاع اليوم شكون في علاقة بالمباراة هذه ويحكي على دفاع النجم الرياضي الساحلي شيفر دو جور كابتن باش نحكيو على تفاصيل مباراة النجم الافريقي والتصريحات وشنو حكيت خاصة الاحتراز الفني بعد شوي ان شاء الله باش يكون معنا شيرد زمرلي في المباشر نفهم من عنده شنو تفاصيل الاحتراز اللي قدمه النادي الافريقي ضد حسين بن عيادة لكن الرقم نتاعنا هو 15 وهو عدد الاهداف اللي قبلها دفاع النجم الرياضي الساحلي منذ انطلاق البطوله عدم استقرار دفاع النجم تحدث عليه المدرب لاسعد ريدي تنسمعوا بعد شويه في التصريح ولو كان زاد نعملوا مقارنه مع الفرق اللي بجوار النجم الساحلي في اعلى الترتيب نلقاو النجم هو اكثر فريق قبل اهداف الترجي قبل 9 بنغردين 13 سي سي 10 اهداف ونجم الساحلي 15 هدف اكثر فريق قبل اهداف خلينا نعطيك تعلق على الرقم هذا والله الرقم هذا هو كان تجي تشوف وتعمل انت استنتاج 19 المباراه هذه تشوف ان الدفاع قديش مره لعب لطوال بنفس الدفاع 3-4 مباريات دونك معناها عدم استقرار
الدفاع على مستوى الأفراد على مستوى الأدوار شو اللي يعمل لك؟ يعمل لك خلل في التكامل. انتهى الأمر. إذا الدفاع مش متكامل مش متجانس ملعبش مع بعضه ستة سبعة ثمانية مباريات انتهى وتزلس غاديك. زد على ذلك من التيراني قدامه زيد شوف قديش من أنت من وسط ميدان ونعرفه احنا وسط الميدان هو الفيلتر انت على الدفاع اتنسيون فهمتي هو حماية المرمى وحماية الدفاع هو من التيراني شوف زد انت نعمل استنتاج طبعا غدوة ولا الاخر قديش غير من وسط الميدان دونك عدم استقرار المجموعة المنظومة الدفاعية وإلا المشكلة في في الليني تالي خاطر هو اليوم لسعد ريدي قال بدلت وما لقيتش الفورمي باش يلقى القالب باش يلقى القالب اللي معناها يسمح له باش يعمل وزيد الكوفيد وزيد الواحد وكذا ولكن هنا مستوى الأفراد يا معلم هنا كي نشوف اليوم بكل صراحة وأنا قلتها المرة الأخرى الملاعب الجزائري لارير حسين بن عايد إلي بيان لوسكي لا لابال أنا ريتو في الماتشات الكل وإذا كان ما عندوش الكرة هاك شفتو عمل عليه قص عليه الكرة حتى في الشبكة وكان شوفوا الماتشات الكل راهو أن كونترا إلي سي با لوميير نقول بصراحة معني أتونسيون فهمتني سي با لوميير هو في الأصل ظهير أيمن إيه اسمع إذا أنت أكسيال يا كابتن تي كوفير تبدا كوفير افيك لي لاتيرو وراك جول وراك ميليو حتى الاخطاء نتاعك ما تشافش اما كي تبدا على الواحد عندك التوش ويجيك واحد مون دريبلور كيما اخت الخفيف يعمل لها هكا وهكا عمل سنتراج رحمن فهمتني طف عمل عليه كذا هو معناها يقص قدامه وحتى في الاول ميتار حتى الى يدي ديفيكولتي دونك معناها على المستوى الفردي تو الكوره عند معايا تعمل في اوبستركسيون تاع الكلوب شنو هو معنيه وقتين نشوف ليطوال هنا الناس اللي كومونيك با ما يتكلموش مع بعضهم كان جاوا يتكلموا مع بعضهم يقول له رد بالك خلي الكوره كذا الناس كلهم ما تتكلمش على بعض دونك المشكل الدفاع باش نوفى خاطر مع فما وقت مشكله الدفاع هو مشكل تجانس وتكامل الوقت الحاضر لم يجد لا فورمول اسمه معناه لسعد لا كي لو بيرمي اون بون اسيس ديفونسيف خاطر سيت افيك لي ديفونس كون غالي لي تيتر بالضبط خلينا نسمع لسعد ريدي ونرجع لك سمير اذا كان عندك ما تعلق على الدفاع ولا باش ندخلوا نحكيوا على المباراه لسعد ريدي شنو اللي صار راح تحدث على الدفاع وتحدث هل معناتها خسر اليوم النجم الرياضي الساحلي زوز نقاط بعد عوده النادي الافريقي من بعيد نسمعوا لسعد الريدي في تصريحه بعد المباراه خسرنا نقطتين اليوم شوف انا ملي جيت ليطوال نعرف لي ديفايونس اللي موجودين حضر معناها ماتش كلوب افريكان نعرف وقلت للملاعبيه وحضرتهم قلت لهم جمعيه كبيره عندها ملاعبيه معناها عندهم اكسبيريونس كلوب افريكان جو ديريكت يلوجوا صابر خليفه باسيرو من بعد يلوجوا دوزيام بال حضرنا كل شيء مالوروزمون احنا كل اسبوع نلعبوا معناها بدفاع كل اسبوع نغيروا في الدفاع نتاعنا تعرف شتي زبطوا لازمك دفاع عندك دفاع ممتاز نحن المشكله في النجم الساحلي كل مباراه نسجلوا افضل هجوم لكن عندنا مشكله كبيره على مستوى الدفاع وذين سكول تعرف فما ميريت نتاع ادفرسير كان حاضر لكن نحن ما عرفناش كيفاش نستحضروا على المباراه نتاعنا وما عرفناش سيرتو كيفاش ندعموا الانتصار نتاعنا باه ما يلزمناش معناها ندخلوا في الدوت ولا ندخلوا في مازال عندنا مباراه معناها صعيبه يوم الاحد في كوب الكاف هذا ذن المدرب لسعد دريدي مدرب النجم الرياضي الساحلي نعطيكم شويه الملعبيه اللي استعملهم لسعد دريدي في محور الدفاع استعمل كوناتي استعمل بن عياده الحرابي سلامي بليغ الجمالي ذوما اللي قاعد يدور بيناتهم الافكتيف لسعد دريدي اليوم فاش ينجم يلوم روحه النجم الرياضي الساحلي في المباراة هذه سمير السليمي مع العلم أنه كان متقدم 2-0 كان متحكم في المباراة ثم فجأة شنو اللي صار؟ الساعة إجابة على سؤالك ملاحظة أنه 15 الهدف قبل دفاع النجم الساحلي كرابع أحسن خط دفاع الرابع هو في 16 مباراة والفريق يلعب على التتويج بارابور على لكن هو أفضل خط هجوم وهذه مشكلة في بعض الأحيان استراتيجية باش ما نحبش مقارنات فما مدربين يقول لك أنا نسجل أربعة نقبل ثلاثة ما يهمنيش المهم نربح تو فهمت؟ ايوه الوحده نتاع برشلون تقع مير اتاك تروازيام ديفونس مش اثنين بشيء ثلاثه بشيء تولي ثلاثه ثلاثه فوالا صحيت فوالا كابتن دونك فما منهجيه اما كي تكون رابح اثنين وتقبل زوج تولي اختار تولي اختار اثنين لازم تمركي زوج اخرين فوالا عدم استقرار على مستوى الدفاعي ولسعد غير وبدل وغير وبدل شنو المشكل في التغيير؟ المشكل في التغيير انه المدرب ماهوش مقتنع بالواحد بالاسامي هذوما
دونك اللي نفهم انا منه جرب لي فورمول الكل بالملاعبيه الكل دونك هذوما الكل ماهوش مقتنع بهم لازم هي المدير يجيب الملاعبيه جدد هكا ولا يا كابتن صحيح صحيح هذه اللوجيك على مستوى الفردي على المستوى الفردي الدور الدفاعي مستوى الفردي عطيني. انا 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 كي يجي مدرب يلعب لي وهما ايش يسميهم يسميهم ديو ثنائي ثنائي معناها ثنائي لازم ديما يلعب من بعض ولا اسوسي بالضبط دونك ديما يلعب من بعض انك تغير وتبدل كمدرب يعني ماكش مقتنع كي ماكش مقتنع يعني الملاعبيه هذوما ما يملولكش عينك فبالتالي هنا ربما اشاره انه نجم الساحلي مش يلوج على واحد ولا اثنين انت ترجمت كلامه تو انا ترجمت كلامه هو ذاك التفسير الوحيد هو نبه وعمل كما قلنا تو معناه ايه؟ يلوج على الفورمول 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 هي لاكاليتي دي جوار تحطوا مع بعضهم فوالا ويعطيوك فوالا دونك هنا اللي فهمته انه الكاليتي ماهيش موجوده صحيح. مع احترامي الراي الاسعد هو ادرى بالشؤون نتاعو انا نجم الساحلي في المباراه انا شفت واحده من افضل المباريات صراحه على مستوى التشنيق على التشويق على مستوى النسق ماتش باهي ماتش مقنع خاصه الشوط الثاني الحقيقه الشوط الاول خاصه الشوط الثاني ما كلموا من بعض ناخذوا ناخذوا الوحده كامله باك كامل باكيت ولا النادي الافريقي نعتبر انه نجح على المستوى التكتيكي وشفنا كابتن ماتش ايكيليبري نادي فريق اختار توجه الليتوال اختار توجه واحد اخر والماتش ما فيش فرص كبيره كبيره برشا ما فيش اختار كبير برشا نجاح نادي الافريقي على مستوى الدفاعي نوعا ما ثم تجي هفوة يتسجل الهدف وهنا كان المنعرج منعرج نتاع الماتش اللي خلى نادي الافريقي كابتن يندفع وما عادش فما حسابات على المستوى التغطيه وعلى المستوى هذاك وهذا بطبيعه الحال عادي جدا تجي لقطه ممتازه جدا يجي الثاني بلقطه فنيه رائعه وبونتو رائع فريق اخر في مكان نادي الافريقي يخسر اربعه ويروح فرحان ولانه نادي الافريقي عنده شخصيه قالها الاسعد ولانه ملاعبيتهم قادرين على العوده انا صراحه في الدوزيرو بديت تدخل في الشك قلت للدفيق اليوم خسر الماتش لكن هديه كابتن علي هديه ما هي هنا يا فوالا سؤالي لك هل الميريت وقوه شخصيه النادي الافريقي اللي رجع ام هديه مدافع النجم الرياضي الساحلي في ضربه الجزاء الهدف الاولاني هديه من دفاع النادي الافريقي الكره اخطا ما يقول لك التايمينغ اللي توال مازلت كي ماركيت الهدف الثاني ففي ساعه في ساعه هذيك الكره هذيك الكره الكره اخطا فالبونت نتاع الكلوب البيلانتي نتاع النادي الافريقي رجعت الفريق وسجل صابر سجل بونت ممتاز برشا برشا في صنعة وفي ذكاء والنادي الافريقي جاتو الكاو تاع العبيدي كان مشي مسجل الثالث وتصير رومونتادا كبيره ياسر لكن نعتبر انه تعادل الاسعد قال لا يرضيني وهو من حقه الاسعد الدريدي قال ما يرضينيش وهو من حقه ولكن كذلك لا يرضي النادي الافريقي باعتبار انه كانت عنده فرصه كبيره جدا في الدقيقه تقريبا بعد التسعين انه يقتل الماتش شهاب العبيدي فبالتالي شفنا ماتش ممتاز شفنا التغييرات ذكية خاصة من منتصر صراحة صحيح. عرف كيفاش يتعامل شاف صابر ولا بدل شاف كذا عمل تغييرات اجتهد لسعد الدريدي كذلك بالتغييرات نتاعو انا شنو نقول في الاخير نقولوا كلاسيكو كان ممتاز لتوال في ثنية صحيحة في ثنية باهية والنجم ورا مستوى محترم جدا وخاصة على مستوى الروح الرياضية والاندفاع واللي ريناه هذاك كله ونادي الافريقي ورا شخصية كبيرة ورا انه في الطريق الصحيح لسعد الدريدي يقول خسرنا نقطتين شنو راي منتصر الوحيشي مدرب نادي الفريقين يسمعوا تصريحه بعد المباراة. رجعنا بنقطة معناها من تنقل صعب حسب المجريات تاع المقابلة معناها في 2-0 صعيب باش ترجع في تنقل كما هذا مع نجم الساحلي معناها فريق متميز احنا حضرنا المقابلة نتاعنا من ناحية تكتيكية زوز أهداف ما كناش نقبلوها بعد رجعنا في المقابلة قوة شخصية نتاع الملاعبية كنا نجم نروحوا بثلاثة نقاط معناها جاونا زوز فرص في آخر المقابلة الأداء الشوط الثاني باهي معناها الشوط الأول ما كناش من الناحية الهجومية ما كناش باهيين برشا لكن كنا مركزين الشوط الثاني خير في اللعب اليوم نقطة خير من بلاش ما الحقيقة كنا نروحوا بثلاثة نقاط كان بمقدور نادي الافريقي العودة بثلاث نقاط هذا شنو يقول المدرب منتصر الوحيشي سؤالي لي كابتن خالد فضل. حسني النقطة هذيا نتاع الكلوب افريكان اليوم من أي زاوية ومن أي ناحية ناخذوها بالنظر لسيناريو المباراة أنك تكون خاسر اثنين بلاش ضد النجم الساحلي في سوسة وترجع فتعد نقطة إيجابية جدا وبالنظر لنتائج المنافسين في أسفل الترتيب تعتبر نقطة سلبية اليوم للنادي الافريقي منين ناخذوها النقطة هذه أنا الإيجابيات قبيلة تكلمتوا
ليتوال ماركيت الصفاقسي 68 مينوت بيلانتي 71 دقيقة 3 دقائق بعد البونتو الثاني تاع ليتوال 3 دقائق معناها ما دامتش 2-0 كان دامت 10 دقائق 5-8 صعيب ياسر باش ترجع ولكن كان ان كاتاليزور حافز كبير البونتو هذاك وشفت الكلوب كيفاش معناها عندهم رغبة كبيرة ومشاو للسونتر يبصوا بعضهم وكذا دونك بعد صابر 78 مينوت ما معنى الرومونتادا تاع الكلوب في 7 دقائق سبعة دقائق هذه كانت كافية لاسترجاع الأمل والثقة المفقودة هنا خذي وصندان بسيكولوجيك على الادفيرسير اللي قام بأخطاء وقت تشوف أنت تغييرات منتصر يفوت دي لا فيريتي ولا هو المنتصر تو قال انا سامحني بارونتيز كان قلت المنتصر انت قبل ما يلعب ليتوال اش قولك في ماتش نيول يقول لك جو بران ها هكا ولا ما كي تشوف المتلوي ربحت وبنزرت ربحت ما يحسب شويه بعد ويرجعوا دو بوان اي عنده هو ماتشات والمتلوي عنده ولا حساش بيجا خسرت الكلوب قربت بيجا معناها عليه شوف هو مش كيعاود من جديد بعد جورنيه راه يفوت لا فيريتي خاطر الكوفريكان بعديش ودوز زيرو انتهى وتعرف ريزولتا تاع سي بي والكلمه نعرفوها تحروا الملاعبيه اون جو لو تو بور لو تو انتهى لا عاد فما رسم تكتيكي ولا كذا تو الروح والقتال والقلب والدنيا والحماس والدنيا كل وهذا اللي صار بلوس عاونوهم ليتوال باك الفوت كاع هذيك وكان ينجم يزيد الثالث نجي للفريق شكون شهاب العبيدي بون كي انا الكلوب دخل شهاب العبيدي سجل ياسين الشيخ اسيست هكا ولا ياسين الشماخي سامحني ياسين الشماخي اسيست فهمتني حمزه العبيدي حمدي العبيدي شو هو وقت نشوف انا نشوف اين الوليدات هذوما عندهم اون فريشور فيزيك يتجراو صغار مشاو عملوا بريس عملوا كذا جابوا عملوا ديفيرونس بلوس زهير نشوف تغييرات ليتوال في وقت حساس يخرج العوجي اللي كان عامل حال في الدفاع كفرونيت وطالع هابط وين عارف شنو يدخل حمزه الاحمر يخرج العامري كيف ياسين العامري لا العامري يدخل بن عمر ويخرج بعيو لمارس التيران بالنسبة لي أنا تبارك الله عليه وش عملنا كان تحسبوا له قداش من كيلومتر فهمتي معناها لا سي 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 لوم دي ماتش بالنسبة لي لا تبارك الله عليه تبارك الله عليه يدخل مساكني بكل احترامي ليهم الريتو تاع ليتوال تاع يعني دخول بن عمر لمساكني و مع دخول تاع الكلوفريكا هذوكم معناها هي اون ديفيرونس فما ملاحظه كابتن تفضل باش نتفاعل مع كابتن في الاتجاه نتاعو هو بالضبط جوست بعد الدو زيرو الاسعد ولا يبدل شنو اللي يبدل بدل الاحمر بدل الاحمر شنو الكاليتي نتاعو الاحمر يشد شويه الكره يشد الكره يشد شويه الكره بشي قدر ولي بالا ريتي ودخل بن عمر بن عمر سي ان جوور من ديفونسيف بالاسبري اللي عنده كي صارت الغلطه هذيك كابتن صحيح ولا كي صارت الغلطه والكلوب رجعت وعدل صابر وعدل كذا ايش مش يعمل هو بعيو خرج بن عمر اللي دخل معاش نجم تستحفظ بعايو خرج بعد دودو تو انا نمشي معاك كابتن ولكن انت وقتها شو وقت كابتن معاش عنا وقت لا جيستيون دو سكور اي نون با دو ماتش تاع ليتوال انا هو التصرف النتيجه لم يكن معناه موفق لا اكثر ولا اقل عليه خاطر كان شو اسمه العامري يرجع بعايو العوجي كانوا عاملين شغل دفاعي القاب دي كولوار اسمه الوليد ياسين تخلق كولوار ما عاد حتى معناها لقى ان كونترا مع الواح ما شمك الكوفرتور ما شمك الكثافه الدفاعيه هذا هو معناها تبقى هنا والماتش ريتو 20 دقيقه خرق العاده يفوت لي فيريتي خاطر صحيح ريتم وتك وكانت شو محليها الكره ريت محليها الكره كانت الكلوب تربح وكانت ليتوال تربح بالكفران تاع الاحمر وهذه كره اللي احنا اشتقنا لها بارك الله فيهم الزوز يعطيهم الصحه تبقى نقول لكلوفريكان ما حتى هامه لمرحله البقاء ما
من ناحية المعنوية وناحية الأمل، ورجع الثقة المفقودة. رجعت كوفريكا كي ترجع مع ليتوال وما دراك عندها غاديك 2-0 2-2 تنجم تربح انتهى. دونك عايش كما يقولون عايش كولونا اللاعبين مضروبين في رصوصا ولا شنو ممسوسين لاباس عليهم ولا يتخيل تدخل شياب العبيدي تبارك الله عليهم اذا تدخل بيلانتي مهم في شيء اللي تريزاليس بارك الله في 10 ثواني واش نخدموا سمير ما عادش نخدموا في 10 ثواني اخذ الكابتن عرج على موضوع مهم برشا، حسن اختيار التشكيله الاساسيه بالنسبه للنادي الافريقي صح هكا ولا ما نحبش نذكر بعض الاسماء اللي صراحه كبر عليهم الماتش. دونك انا منتصر ان شاء الله معناها يلقى معناها سورتو في هو التشكيله الاساسيه حتى بعد كيصير ريكتيف في لي شونجمون. انا اللي فهمته من خلال كلام الكابتن انه الثلاثه تغييرات اللي قام بهم منتصر لوحيشي مقارنه بثلاثه تغييرات اللي قام بهم لسعد ريدي كان اي معناتها كان واحد من العوامل المهمه مع الهدف اللي سجل في نتيجه ما نعرفش يعطي ولكن عندي اخر في ثلاثة ثواني كابتن. اليوم الكوفريكا عنده دي ليدور في التيران، شكونهم؟ بن يحيى، خليفه، دوادي، العيفه والعقربي، حتى الحارس ليتوال واحمد خليل. سته تبارك الله وشادين وعاملين وكذا. ليتوال ما عنده حتى ليدور في التيران، حتى ليدور يكذب عليك، باعوا ليدور تكنيك ليدور، مي ليدور اللي يوجه الفريق واللي يهزه واللي 2-1 وقت 2-1 يلزمه يهز الفريق ما لقاه حتى حد واللي هذا اللاعبيه اللي دخلهم لسعد ريدي معناتها على اساس هما الكبارات هما القدم اللي باش يحافظوا على النتيجه من خلال التجربه نتاعهم اللي هما لحظه بركه كابتن اللي هما الاحمر اللي هو ليدور في ليتوال اللي هو بن عمر ليدور اللي هو المساكني ليدور هذا يكون ماهوش كافي دخلوا دو وبكل صراحة على المستوى البدني ما عطاوش كيما عطاو لي تاع الكوفريكان في ال 20 دقيقة. أنا إيش دخلتك بون سيت فريشور عطيت ندخلك على الخبرة باش تشد كورة باش تعمل كذا. دونك لو روبلي ديفونسيف هو اللي كان مشكل ليتوال في ال 20 دقيقة وال 15 دقيقة الأخرانية. المباراة القادمة للنجم الرياضي الساحلي مش تكون في البطولة باش تكون الحقيقة قمة كبيرة برشا مع نادي رياضي صفاقسي في كأس الكاف. المباراة القادمة للنادي الأفريقي باش تكون ضد مستقبل سليمان في الملعب الأولمبي بيراد. شنو حكاية احتراز النادي الأفريقي اللي قدمه اليوم العشية ضد لاعب النجم الساحلي حسين بن عيادة؟ بعد الفاصل نفهموا وناخذوا كل التفاصيل. سبور بلس رجعنا لكم جديد في سبور بلس توا 7:53 دقيقة. نحب نذكركم انه حرصا على سلامة عشاق الاغنية التونسية واحتراما لقواعد حجر الجوالين فقد تقرر تغيير اوقات سهرات مهرجان الاغنية التونسية من 7 نتاع العشية حتى الوليدة 9 نتاع الليل عوضا عن انطلاقها 9 ليلا باش تستمتعوا بالفن وبالطرب وتسمعوا الحفلة نتاع بعد شوية مباشرة على راديو دوريمي باي اي اف ام على 88.6 اف ام وتعاودوا تتبعوها كان فلتوا الحفله هذيا على راديو اي اف ام 100.6 انطلاقا من 9 نتاع الليل. مازلنا مواصلين بالحديث على مباراه النجم الساحلي والنادي الافريقي تعادل 2-2 ذول اللي حكينا على كل جوانب الفنيه ما ريشناها المباراه ما خلينا حد شيء معناه باهي لكن حق الناس الكل هي خذيتينا حق الناس الكل لكن المباراه هذيا عرفت تقديم هيئه النادي الافريقي باحتراز ضد لاعب النجم الرياضي الساحلي حسين بن عيادة. شنو الحكاية شنو التفاصيل علاش تقدم نادي الافريقي بالاحتراز هذا؟ موجود معنا في المباشر عضو الهيئة المديرة في نادي الافريقي رشيد زمرلي ناخذ من عنده تفاصيل. مساء الخير مرحبا رشيد. وي مساء النور خويا ايمن مرحبا مساء النور كيفكم مستمعين ومساء النور للروحيين الحاضرين الكل. مرحبا بك رشيد. دونك اليوم النادي الافريقي يحترز ضد حسين بن عياده. السبب بشكل عام وتعطينا انت تفاصيل انه في علاقه بالكوفيد وفي علاقه بالحجر الصحي على ما يبدو واعطينا تفاصيل رشيد. اكزاكتومون سولون القرارات الحجر الصحي البروتوكول سانيتير المفروض معناتها من اللي فرضته اللجنه العلميه اللي تابع وزاره الصحه واللي يشمل كافه القطاعات معناتها في الجمهوريه التونسيه واللي وافقت عليه الجمعيه التونسيه كره القدم اللي كون كل مواطن يدخل للتراب تاع الجمهوريه التونسيه لازم يعمل 48 ساعه حجر صحي ذاتي وما يخرج منه الا ذاك تيست بي سي ار نيجاتيف. معناتها اي ملاعب اون برانسيب اليوم على التيران لازم يكون موجود في تونس عنده اكثر من 48 ساعه الا لكن اللاعب حسين بن عياده كان مع المنتخب الجزائري الشقيق كان عنده مقابلات نتاع تصفيات كاس امم افريقيا 2021 وقل التراب التونسي نهار 3 في الليل يعني البارح والمقابله اليوم فما عندوش 48 ساعه تاع الحجر الصحي الذاتي
ولذلك دونك هنا لكون المشاركه نتاعو غير قانونيه ما لازموش يكون موجود اصلا في السيرك نتاع المباراه، يجب يكون في حجز صحي ذاتي في الوقت هذاك. هو واضح جدا دونك هنا نحكيو على تطبيق القوانين اللي هي حتى تخرج حتى على الجانب الرياضي كما قلت انت في علاقه باللجنه العلميه التي اقرتها والتي تطبق على كل المجالات بما فيها الرياضه ومباريات كره القدم. به ما نعرفش هنا فماش نص قانوني واضح استنت عليه رشيد، والا شنو المآلات نتاع الاحتراز هذايا معناها باش نمشيو للرابطه شنو باش يصير بالضبط، خاطر حاجه نتاع كوفيد جديده مش مساسين به. باه بطبيعة الحال باش معناتها المآل الأولاني بطبيعة الحال باش يكون الرابطة اللي هي اللي تنظم المقابلات تاع البطولة الوطنية المحترفة، ثم دونك تو نتبعوا بعض كيما قلنا راهو كيما في الكاب تاع هو الفريق علاش يقدم احتراز، إذا كان يرالي عنده حق في نقطة من النقاط فهمتني نقعدوا ندافعوا عليها، وإذا كان بحول الله إذا كان فما حق تو ناخذوه. احنا التقينا اللي كان قانونيا حسب القوانين التي تشمل كافة القطاعات في الدولة التونسية هذيا حسب القوانين تاع الحجر الصحي التي افرزتها وفرضتها الدوله التونسيه على كافه القطاعات وفق عليها جامعه توسيك القدم لكونه فما بروتوكول سانيتير كي سابليك اتول مونت بما فيهم بطبيعه الحال لعبه كره القدم، لعبه كره القدم كما اي مواطن ولا اي انسان يدخل التراب التونسي، اذا كان دخل التراب التونسي لازم يلتزم بحجر صحي اجباري ذاتي واضح جدا. مشكور سيد رشيد زمرلي عضو الهيئة المديرة في النادي الافريقي. دونك فهمنا طبيعة الاحتراز، بن عايد دخل البارح في الليل التراب التونسي، من المفروض حسب القوانين الناس الكل نعرفوها حتى نعرفوا قاربنا انه كي باش تجي تعمل 48 ساعة حجر صحي ذي الاحتراز، لكن يبقى هنا معناتها القانون شنو باش يقول؟ هل فما ثغرات؟ لا هو يطبق بطبيعة لا يطبق اللي نحييه قال على جميع التونسيين معناها اللي يدخلوا لتونس الكل يلزمهم حجر صحي به. لا هي سامحني فقط سمير وقت اللي رجعنا في البطوله وقتها الجامعه والناس الكل ذات رياضه قالت ستعود البطوله مع الاحترام البروتوكول الصحي وتعليمات اللجنه العلميه اللي هي نحكيو عليها هذيا تو نتاع 48 ساعه. معناها الجامعه التونسيه ولا الرابطه عندها القانون موجود عندها فصل. فوالا هوني باش نسال هوني شنو يقول القانون هنا. مش مطلع بالقانون. ثاني ملاحظه اخرى ليكيب ناسيونال نتاعنا لعبت في ليبيا وجات عملوا حجر صحي ولعبوا ديريكت هما الماتش نتاعهم تو فهمت هذاك علاش هنا حاجه اخرى والملاعبين اللي تاع في اوروبا وجاو تو لعبوا عملوا حجر صحي ما عملوش اي دونك هنا نولي نحكيو على مدى تطبيق فما قانون يقول معناها كذا وكذا وكذا على مباراه كرة على الامور هذه لازم يعمل فما ولا ما فماش؟ لا بالنسبه للنادي الافريقي وبالنسبه للرشيد والهيئه المديره بطبيعه الحال من حقهم انهم يعملوا احتراز شرعيه يعملوا بطبيعه يتبعوا الامور هذه لكن من بعد ما مسارات قانونيه اخرى ولكن احنا جوست نتسالوا لا اكثر ولا اقل. وان الغريق لا يخشى البلل بالضبط. مازال دقيقه ونص ما عادش عندنا وقت باش يكفينا باش نعملوا التاكو تاك، لكن موضوعنا كان في التاكو تاك يخص الاتحاد المناسيري اليوم هزيمه 3 قبل ثيم ساش خلينا ناخذ رايكم بشكل عام لانه ثم برشا حديث في الكواليس واوتور دو الاتحاد المناسيري على ما يبدو انه المؤكد الامور مش ماشيه 5-5 ما بين الاتحاد المناسيري ما بين مدرب ما بين الهيئه المديره بين الفيستير بشكل عام، ممكن هذا ما يفسر تراجع النتائج في الاتحاد المناسيري. اليوم شوفوا الاتحاد المناسيري هزم 3-2 امام رجيش في ملعب موسى بن جنات، 4 ساعة لعب 3 بلاش رجيش سمير سليمي بروح صير لعب. وفما ما اللي يقول لك تو المستير بعد ما خرجت مع الرجاء باش تفضل البطوله وتحسن الامور نتاعها، معناها سي دي نابورت كوا، معناها تفسير ما مش منطقي. المستير من بدايه السنه الملاعبيه نتاعها ما همش في مستوى كبير، تحسنوا نوعا ما ثم تراجعوا. اليوم نشوف علي العمري من افضل ما فما عامناه في المهاجمين اليوم كارتي بعيد فسخ عقد راه فسخ عقد معناتها ثم مشكل فما مشكل كبير برشا. دونك تحس انه في المستير الامور ماهي صحيه. كابتن خالد حسني كذلك باش نحب ناخذ رايك، نساش حنحطوا الناس الكل في علاقه بالاتحاد المناسيري، ثم الحقيقه ثم خلافات داخليه كما قلنا فسخ واحد عقد واحد من اهم الملاعبيه علي العمري دون الاعلان عن ذلك، معناها هاوكا فسخ عقد وكهو بالتراضي. الكواليس تحدث انه فما مشاكل بين مدرب الاسعد جرده والهيئه المديره، كمشاكل بين الاسعد جرده ومساعده توفيق زعبوب. نحن حاولنا الحقيقه نتصلوا بالاسعد جرده تحصلنا عليه مثالش معناها قال
هو بكل لطف معناتها اعتذر على انه يتدخل معنا، فقال مانيش في المود باش نجم نتكلم، وهذه في حد ذاتها معطى نجم يقول لنا انه ثم الامور سافا في الاتحاد المنستيري. هذه في 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 كل في كل الانديه الاتحاد المنستيري باش بعجاله، معناها شو نخسر؟ خسر فريق تاع بناون، اما خسر الهدوء وخسر الثقة، خسر الثقة بين بين كل مكونات النادي، الفريق، الرئيس، هذاك كان عام كان عنصر هام في في التألق. اليوم تجي أنت تشوف تخسر أنت الثوابت نتاعك، كل بيتور نتاعك، كل الدنيا كل، ما تنجمش تعوضه في في واحد. واتونسيون مستير كما الجامعات الكل عايشكم، كي تعملوا أهداف أعملوا الأهداف حسب الإمكانيات نتاعكم. كي نشوف الخمسة مباريات وأني تاع مستير الأخرانيين جابت 5 نقاط على 15. شوية بالكل، شوية بالكل. مشكور جدا كابتن خالد حسني، مشكور جدا سمير السليمي، مشكورين الناس اللي كنتوا في المتابعة والاستماع. غدا ملتقانا إن شاء الله كالعادة في نفس التوقيت، وغدا باش يكون إن شاء الله ضيفنا المنتخب الوطني المنذر الكبير، باش يكون ان شاء الله في حوار خاص مع اي اف ام باش نتناولوا كل الجوانب تخص المنتخب الوطني التونسي. على خير.